أنا مشان غسان ما تركت شي ما عملته، طبعاً لما طلع لبرا نسي كل شي. حبيبتي كلي من الزيتون طيب. بس كتير حلو. أنا كرماله تحملت كنان، ممكن تتخيلي أنت؟ صب لك شاي هلأ؟ صبي إيه. ولا يلي صار بنرمين؟ حسان كان بده يقتلني وكنت رحت فيها وما حدا سأل عني، مشان شو وكرمال مين؟ فهميني كرمال شو؟ ياسمين! ياسمين حاجتك خلصنا! غسان 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 غسان! كل لقمة وقيمينا من سيرته هلأ! بس مو كل هذا الشي صار فيني من وراء لغسان يا زينة؟ ماشي حبيبتي، وأنا أصلاً هذا اللي عم أحكي معك، أنتي بسبب غسان ما ضل مصيبة وما إجت على راسك وأنتي لساتك راكدة وراه. لا تعملي بحالك هيك، حاجتك عملتي له قيمة والله مو مستاهل كل القلب. مشان الله لا تحكي معي هيك، مو ناقصتك. اي والله عم احكي هيك لاني مقهورة عليكي. مشان الله بدك توعديني هلا، اذا هالزلمة ما صار مثل الكلب قدام بابك، واذا ما اعتذر منك وباس ايدك مليون مرة، ما عاد تلفي وشك وتطلعي بوشه ابدا. خلص تركيه بس فترة وعديني. لعمة؟ شو هاد يا؟ ما صفي رجال غيره مثلا؟ انت صبية وحلوة وبتجنن وذكية وشاطرة. انت شايفتيني هيك؟ طبعا انت هيك. وعديني يلا. وعد. وعد وعد. وعد. إذا ما إجا وتسطح بالأراضي وتشحتف وبكي ما بدي إياه، خلصنا ومنتواجه. بسيطة. إيه هيك ها من الأول. ها. مرحبا ياسمين. شو عم تعملي هون؟ عم كبل زبالة مثل ما لك شايف. أنا كنت بدي أحكي معك بشغلة. ليش نحن بشو بدنا نحكي ما عاد في شي نحكى. شوفي أنا كنت مفكر إنه كنان هو اللي دفع لي. اللهم جيبك يا طولة البال، هلأ ما عاد في عندك غير هالسيرة؟ يعدمني ياما أغلظ إن شاء الله. بصراحة ما كنت حابب أزعجك ياسمين، بس كنان. لا تكمل، بعرف ما كان قصدك وفهمتك غلط، خلص مو مشكلة. خلص غسان، أنا داخل إيه كتير من أسلوبك وطريقتك. ياسمين أنا عندي شغل كتير هلأ، وعدت لزينة أنه حتى لو شفتك جاي لعندي زحف وشفتك عم تحاكي حالك وتنام بالشوارع أني ما عاد أرجع أحكي معك لو شو ما صار. أنت كتير جرحتني، أنك أنت ما عندك حتى أحساس. ياسمين لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.